السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات بيبقى عندك أفكار حلوة لكن محتاج إنك تعملها في برنامج، بس أنت مش عارف في البرمجة، فممكن نلجأ ساعتها لنو كود. تمام، دي بعض المواقع والبرامج اللي بتشتغل بفكرة النو كود. تعال نبص عليها. زي مثلا كقاعدة بيانات ممكن نستخدم اير تيبل وجوجل شيت، تقدر تبرمج جواهم من غير ما تكتب كود. هنا الورك فلو، في لوجيك، في ويب فلو، تقدر تعمل موقع من غير ما تقعد تكتب برمجة، وأدلو برضو من البرامج القوية. وفي مثلا الموقع ده زي بار دوت، أنا بستخدمه كتير، إن أنا أقول له لما مثلا أرفع ملف على اليوتيوب حطه في المكان الفلاني، مثلا على الفيسبوك، تويتر، لينكد إن، وهكذا. وبستخدم برضو موقع تاني اسمه أي إف تي تي. تمام، الحاجات دي فعلا كأنك بتبرمج حاجة بس من غير ما تكتب كود، مجرد بتقول له لو تحصل حاجة في المكان الفلاني وديها في المكان الفلاني. دي برضه حاجات في الاوتوميشن. موقع برضه الفلو اللي احنا قلنا عليه، بيصمم موقع، في كارد، في سوفتر. ده ما يغنيش ان انت تستعمل مبرمج. لو انت عندك شركة كبيرة وعايز مبرمج، ده هيبقى افضل، لان طبعا الحماية احسن، لان دي حاجة جاهزة ممكن هاكر يعملها، انما لو حاجة بتعملها خاصة بيك اكيد هتبقى الحماية اقوى. دي بعض الحاجات اللي بتعمل برامج جلايد، ادلو، ان شاء الله اشرح ده بالتفصيل، بس ايه اتمكن منه. دي مواقع التجاره الالكترونيه كلها بتعملها من غير ما تكتب كود. انترنال تولز زهو، ده يعني نقدر نقول ان هو في ايميلات وفي شات وفي حاجات كتير قوي، فلو عندك شركه ممكن تستعين بيه. دي اساليب للدفع، ده مثلا لاداره الايميلات. سريعا كده بنعدي على الحاجات. سلاك ده احنا بنستخدمه عشان الجروب يتناقش في الافكار بتاعه الشغل هتعمل ازاي، وديسكورد برضو، وفي ان انت تعمل بس تقدر تعمل محاضرات من خلاله، بس يكون العدد محدود لان كله يكون نفس الصلاحيات. فورم، ساعات كنا برمجة زمان، دلوقتي خلاص جوجل فورم بيخلصها لك على طول. وإير تيبل برضو كويس. إدارة ليرنينج مانجمنت، في نوشن، ده برضو ممتاز. كل المواقع دي نو كود، يعني مش مطلوب منك إن أنت تبرمج، هي تبقى جاهزة، مجرد بس إن أنت بتبقى عندك الفكرة وتبدأ إن أنت تحطها. في حاجات سيرفيس زي شات مثلا، تقدر تقول له لما حد يقول كذا انت تعمل كذا. دي كالندر، كالندر دي جربناها كانت كويسه. طبعا الفيديو زي اليوتيوب برضو ممتاز. اناليتيك بيحلل لي الناس اللي زارت الموقع منين وهكذا. سوشيال ميديا، عندنا مثلا البفر والهوت سيوت، بقول له اعمل لي سكادول للحاجات اللي هتنشر امتى، او يعني عندي 10 منشورات بس مش عايزه تنشر في وقت واحد، كل ساعه ينشر حاجه مثلا. تمام، انا هسيب لكم الصوره ديت تحت الفيديو في الوصف، بحيث لو حد عايز يطلع عليها، لان فكره النوكود دي حاجه قويه جدا، ان انت بتوصل للخدمه اللي انت عايزها من غير ما تبذل جهد كبير.